نهلة الخريجين والخريجات، ألف مبروك على التخرج، وألف مبروك إن شاء الله تكونوا رواد في سوق العمل. يمكن حد هيسأل أنت جاي هنا تعمل إيه النهاردة؟ أقول لكم إن أنا كنت التقيت بالدكتور هاني الشيمي في مطار القاهرة، وتحدثنا بدون سابق معرفة، ولكن لمست منه مدى الجدية ومدى التطوير اللي أضافه لكلية الزراعة جامعة القاهرة، وكلية اللي أبويا اتخرج منها في الأوائل الأربعينات، وبالتالي حسيت إن أنا فعلا أنتمي إلى هذا المكان.